قاسية وسكتنا ياسر توجع. 91 دقيقة لعب 91 دقيقة لعب يماركي لك بونت وكيكا. كنا باش نعملوا ماتش نول، مع الماتش نول تربح بنما فما بوسيبيليتي معناها باش تتعدى. بعديك تجي هاري كين تخليه في دوزيام بوتو مسيب ما تتعديش. ما رزينة رزينة شوية كبيرة ولا غالي قاسية قاسية. توم هضمناها الهزيمة، توم هزنا الصيف تعمل 91 دقيقة لعب كل شيء تعمل فرحانين نغني ونحضر في رواحنا كيفاش نكملوا السهريه الليله. مانديكا جي وشكوره في ال91 كونسنتراسيون غابت 12 سكوندات مع جماعه هذوما تدفع كاش. الجماهير التونسيه كانت تنتظر في المنتخب منذ 12 عام، وين كانت اخر مشاركه للنسور في مونديال 2006 وين ودعنا كاس العالم منذ الدور الاول بهزيمتين وتعادل مع السعوديه. ولكن لسوء الحظ القرعة أوقعتنا في مجموعة صعيبة تضم بلجيكيا والمنتخب الأنجليزي اللي سبقنا أن قابلناه في مونديال 98 بفرنسا وخسرنا ضد اثنين بلاش، وآخر أضلاع المجموعة منتخب البنما لأول مرة يترشح للمونديال. ماتش كبير دفاعيا، لازم نقول المنتخب الأنجليزي قوي برشا علينا بدنيا، دفاعيا عملنا مقابلة ممتازة. صحيح هزيمة لحظات الأخيرة ما أنا متفائل عليه، متفائل خاطر المنتخب البلجيكي نعتبره بدنيا أقل شوية من المنتخب الإنجليزي، نزمو فنيا نشدوا معهم على سلا ناخذوا تعادل على ثلاثة نقاط ونربحوا بنما نعتبره في المتناول وربي معنا في تونس. حاولوا هم عطاو ما عندهم ولا غالب ذيك هو برامو أتليتيكمون معنا تعبوا في الأخر ولا غالب خسروا. الجمهور التونسي علق أمالك.